بسرعة عبر محطات مختلفة، منها ما يجب التوقف عندها ومنها ما يجب المرور عليها بسرعة حتى لا تؤثر على مسيرتك وتقلل من عزيمة الوصول إلى المبتغى وبلوغ الهدف، وهذا في شتى مجالات الحياة. الجامعة هي الصرح العظيم الذي يقتدى به ويمثل النصيب الأكبر من أبناء هذا الوطن، فإن صلح صلح به المجتمع حاضرا ومستقبلا من خلال ما توفره الدولة لهذا القطاع من إمكانات بشرية ومادية من جهة، ومن جهة أخرى ما يزرع ميدانيا ليحصد في آخر المطاف، فإن كان طيبا أوتي أكله طيبا، وإن كان غير ذلك فالعاقبة للمتقين. وحصاد كل زرع يكتسب بعد مرور وقت الزرع، وتأتي الثمار بعد جهد جهيد، فثمار زرع الجامعة تأتي بعد نهاية كل سنة جامعية، حيث كانت فيها عبر أيامها وشهورها أعمال ومجهودات جبارة يبذلها الأساتذة المؤطرين والإدارة المشرفة من جهة، ومن جهة أخرى اجتهادات طلبتها الذين هم الخيرة وهم القدوة، إن نجحوا وهم العبرة ونقطة الانطلاق من جديد إن فشلوا. كرست الدولة ومن خلالها الجامعة كل طاقاتها المادية والبشرية في سبيل العلم والمعرفة وفي سبيل الرقي بمكونات الفئة الشبانية التي هي عماد المستقبل في شتى مجالات الحياة، وهي الفئة المعول عليها، بل هي الأساس والركيزة المتينة للدولة. حيث عملت إدارة الجامعة من خلال أعمالها ولقاءاتها الدورية في مختلف المجالس العلمية والإدارية على توفير كل ما يعمل في فائدة التكوين العلمي للطالب الجامعي، وتوفير جو اجتماعي لائق لتسهيل عملية التحصيل العلمي في شتى التخصصات. كما أبقت الإدارة على سيرورة اللقاءات والأبواب المفتوحة طوال السنة الجامعية للتدخل في الوقت المناسب وحل أي مشكل يعيق المخطط العام الذي وضع من أجل إنجاح السنة الدراسية. كما عملت إدارة الجامعة من خلال الكليات والمعاهد والمصالح المشتركة والمنظمات الطلابية على الحفاظ على البرامج الترفيهية والثقافية والرياضية للطالب الجامعي، ولقاءات فكرية ورياضة، وبرمجة معارض وأيام أعلامية والتي تعتبر متنفسا للطالب الجامعي. ها نحن نسدل الستار اليوم ككل سنة جامعية، ونقف وقفة جماعية لتقييم الماضي والتخطيط للمستقبل، فهنيئا للناجحين والحاصدين لزرع طيب وقفوا عليه واهتموا به طيلة السنة، وحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ.